من عاش بالقرآن من ذاق آيته لا ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. وهذه الحلقة السادسة والأربعين بعد الثلاثمائة، نتناول آيات من سورة الفرقان. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا عن البحرين، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ودعا بينهما برزخا وحجرا محجورا. يحكي الله لنا سبحانه وتعالى عن المية ودورة المية في الكون، علشان نعرف أنه المية دي بتخرج من الأسطح المائية المالحة، يخرج بخار مية عذب، يبقى البحر المالح بيطلع مية إيه؟ عذب. البخار ده يتصاعد إلى طبقات الجو، تسوق السحب، الهواء الريح، تتجمع سحب. السحب دي حاجة من اتنين، تنزل مطر في أي مكان، يا إما تتجمع هذه السحب الكبيرة على الجبال العالية اللي هي مساقط الأنهار، تخبط فيها السحب فتنزل إلى المياه العذبة. عشان كده ربنا بيقول وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ ده حاجز، وهو الحجر المحجور الحاجز الذي لا يتعدى، يعني لا المياه العذبة بتخلي الملح عذبة ولا المياه الملحة بتخلي العذبة ملحة. الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الماء، الرجل يتزوج امرأة فيجامعها فينزل الماء المني، هذا الماء أو هذا المني يكون سبب في الإنجاب. الإنجاب يعمل نسب ويعمل مصاهرة. النسب إن فلان بقى ابن فلان بقى ابن فلان بقى ابن فلان، ده نسب. ويعمل مصاهرة، عيلة فلان اللي هي عيلة الزوجة، الأخوال دول كلهم مصاهرة، بقت عيلة قريبة من العيلة. يبقى الأولاد والأحفاد دول ينتسبوا إلى عائلة الأب، وعائلة الأم، يبقى عائلة الأب نسب وعائلة الأم مصاهرة أخوال. وكان ربك قديرا، شوف من الماء أصبح فيه نسب وصهر. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. والله سبحانه وتعالى يقول إن بعد ما ربنا خلق كل ده ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بعد كل ده يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. والكافر ربنا شايف، ها، ومع ذلك يعني هو مش خايف من ربنا وظاهر قوي ومتبجح. ليه؟ الثقة دي كلها جاية منين؟ تفتكر العاصي يعني جايب القوة دي كلها منين؟ يقول تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ويقول تعالى يعني قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ عند ربي سبيلا. اللي بيحب ربنا يمشي زي ما النبي ماشي. قل ما أسألكم عليه من أجر، حضرة النبي ما بياخدش الناس فلوس. اللي بيتصدق بيتصدق لله، لكن يدي للنبي صدقات؟ لا. طب ينفع داعية من الدعاء يطلب صدقات وتبرعات؟ لا. طب ينفع داعية من الدعاء يعني يلم تبرعات وصدقات؟ لا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا. طب ينفع نلم فلوس لمشروعات الخير؟ تبقى زلة. يقولون للإمام أحمد بن حنبل ما رأيك في الرجل الصالح يجمع الأموال لمشروعات الخير؟ قال لا يجوز. قال إنه يجمع لمشروعات الخير والبر تعود على الناس من عفو. قال لا يجوز. يا إمام ده مشروعات الخير. قال حفظ ماء وجهه أولى. أنت راجل محترم وراجل كبارة وراجل ليك قيمة، تزلي نفسك ليه وتهين نفسك ليه وتلم تبرعات ليه؟ طب نعمل الخيرات ازاي؟ نعمل الخيرات بقى تبقى فيه لجان وناس مسؤولة، مش واحد ولا اتنين ولا عشرة، ومحدش بياخد حاجة لنفسه، وفي محاسبات، يعني حاجات كبيرة، كيانات، يعني كيانات. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. دايما الآية دي يعني اسمعها تفرح، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. تفرح لأن ربنا لا يموت، وتفرح لأن ربنا حي لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يموت. تسأل الله عز وجل في منتصف الليل، وتسأل الله عز وجل في الفجر، وتسأل الله في الظهيرة، تسأله في أي وقت. أبواب الله لا تغلق. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أبواب الله لا تغلق لا بالليل ولا بالنهار. إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، مش كده ولا إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبيرا.
اللي عارف ذنوب عباده وعارف طبيعتهم ربنا، اللي خلق العباد وعارف خلقتهم وميولهم ربنا. عشان كده بيقول لك ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به، كفى به بذنوب عباده خبيره. هو اللي عارف اخطاء عباده وهو اللي سكت عليهم. يعني تسال هو ربنا مش شايف الناس دي بتغلط؟ طب سكت عليها ليه؟ يعني زي ما الملائكه كده ضجت الملائكه بافعال بني ادم وقالت يا ربي ما اصبرك على 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 عبادك. يا رب انت سكت عليهم ليه؟ انت سكت عليهم ليه؟ يقول الله عز وجل لو خلقتموهم لرحمتموهم. لو انك انت شفت واحد بيغلط وعنفته وبقيت صعب عليه وشديد، انت تنظر اليه من نظرة الاله الى العبد، لكن لو انت نظرت اليه من نظرة العاصي ترحمه. انت ازاي تغلط؟ ازاي تعمل؟ ازاي يعني؟ عشان كده ربنا كان يقول للملائكة لما تقول له يا ربي ما اصبرك على بني ادم، انت يا ربي سكت عليهم ليه؟ يقول لهم لو خلقتموهم لرحمتموهم وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله سبحانه وتعالى هو اللي عارف عباده بيذنبوا ازاي ويخطئوا ازاي. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش. الرحمن، شوف انا يعني انت لو سمعت الايات، الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش، تقول الرحمن. فعلا الرحمن فاسال به خبير. مين الرحمن ده؟ يعني 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 الرحمن ده يعرفه من يحبه. يعني لو انت بتحب الرحمن الرحيم ارحمك، انت بتحب الرحمن الرحيم؟ الرحمن فاسال به خبيرا. عشان كده المؤمنين بيحبوا الرحمن، لكن الناس الوحشه واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ مين الرحمن ده؟ الناس اللي بتكره اسم ربنا والعياذ بالله. زي ما تقول له صلى على النبي يقول لك ايه صلى على النبي؟ انا بصلي على النبي من قبل ما انت تولد. يعني الصلاه على النبي بقت تزعجك؟ ذكر الرحمن بيزعلك قوي؟ واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ايه الرحمن ده؟ انا اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا. واحنا طبعا عارفين ان دايما المؤمن اذا مر بايات السجود يسجد، فاذا كان غير متوضئ او في غير اتجاه القبله يقول بدل السجده ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وانا ماشي اول ما اسمع ايه فيها سجده وانا مش هقدر اسجد اقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا في سورة تبارك الذي بيد الملك، أو في سورة الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يا سلام يا سلام على ربنا. المؤمن لما ينظر إلى الملك وإلى الكون ينظر إلى الجمال، إلى القدرة، إلى العظمة، ينظر فيقذف الله في قلبه الحب والرحمة والبهجة. والله العظيم لما تنظر في خلق الله وفي كون الله وفي عظمة الله وفي قدرة الله يقذف الله في قلبك الحب والسرور. ها؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بص كده، الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. شوف ربنا عمل ليل ونهار، ده للي عايز يسبح وعاوز يشكر. ده ينفع مين؟ ينفع عباد الرحمن، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تلاقي عباد الرحمن دول يعني ماشيين كده هونا، مش بيخبطوا في الأرض، مش بيتمخطروا، وفي نفس الوقت مش ماشيين كده استغفر الله العظيم موطيين. ما ينفعش، يعني هناك فرق بين التكبر وبين الذلة. امشي عدل، امشي مشية النبي محمد. مشية النبي محمد شافت بطنه كأنما يتحدر من علي. لو بتحب النبي امشي زيه. يبقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ما بيخبطش جامد ويدبدب ولا بيزحف ويكحت ولا ها؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ سلامه. ولما يخاطبهم واحد جاهل كده ويتهمهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ وايه التدين ده والرجعيه والخلفيه والتخلف ها؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه. ما انت ما تعرفش عن حلاوه الايمان. لو تعرف حلاوه الايمان ما كنتش اعترضت، مش كده ولا ايه؟ يعني زي ما يكون واحد ابتلي بعشق واحده ومرض بالحب وجاي لك كده عيان بحب واحده، فالتاني يقول له ايه عيان بحب واحده؟ ما انت لم تبتلى، لو كنت ابتليت كنت عرفت. فانت لو كنت رزقت حب الله عز وجل كنت عرفت ان انت من عباد الرحمن ولا لا، وما تتريقش على عباد الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا سعد من يرقى بحلاوة الإيمان، ما عمره يشقى ما
عالٍ